السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة في فيديو جديد. بما ان الجو اليومين دول ساعة شوية, فحبينا نعمل حاجة تدفي الجو شوية معنا. النهاردة هنعمل شوربة عدس. شوربة العدس انا بعملها بطريقة الناس بتاعت زمان, طريقة كلاسيكية كويسة, اتمنى انها تعجبكم. تفضلوا معايا نشوف هنعملها ازاي. كونات: كوباية عدس, شعرية, معلقة سمنة بلدي, طماطم, توم, بصل, كمون, حصى. تعالوا نشوف هنعملهم ازاي, تابعوا معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. كده نبدا. اول حاجه ده عباره عن لتر الا ربع ميه, حطيته يغلي, وهبدا ان انا انزل عليه بالعدس, وانزل معاه بالبصل, طماطميه, فصين اتنين توم, وهديله شويه كمون من الكمون الحصى, وانزل معاهم بسنه سمنه بلدي كده صغيره, وهسيبهم يغلوا كويس لغايه ما يستوهم وكل حاجه من الحاجات دي تدوب مع بعضها كويس. وعلى ما المكونات اللي احنا حطيناها تغلي مع بعضها وتستوي كويس, هنبدا ان احنا نجهز الشعريه للعدس. هاجي في طاسه زي دي كده, وهنزل بمعلقه سمنه بلدي, وهبتدي ان انزل على السمنه بالشعريه. تبدا الشعريه معايا تلون اهي. طبعا انا مش عايزها تسوي قوي عشان هي لسه هتكمل سوا في الاخر مع العدس. ابتدي بقى ان انا كده بعد الشعريه ما خدت اللون ده, هبدا انزل عليها بكوبايه ميه علشان الميه دي تطلع من الشعريه النشا اللي فيها. علشان انا لو ما حطيتش الميه دي دلوقتي, اول ما اجي انزل العدس بمكوناته على الشعريه هتمتص الميه اللي فيه. انا بقى هديها ميه علشان ما تشربش الميه اللي في العدس, وهفضل بقى معاها كده اقلب لغايه ما الشعريه تشرب الميه دي. لو تلاحظوا الميه اللي احنا نزلناها على الشعريه ابيضه, البياض اللي فيها ده النشا اللي نزلت من الشعريه كده. لو تلاحظوا الشعريه خلاص شربت الميه اللي فيها خالص. تمام, نبص بصه كده على الحاجه, تطلع حاجات بسيطه تكون جاهزه كده. انا خلاص الحاجه دي كده جاهزه, استوت كويس. هنشوف بقى نعمل ايه مع الحاجه دي, تابعوا معايا. كده الحاجه اللي كانت على النار استوت, وانا فضيتها هنا علشان ابدا ان انا اضربها مع بعض. هنشوف ازاي. بسم الله. كده خلاص الحاجه كده تعتبر نعمت قوي مع بعضها بعد ما ضربتها بالهاند بلندر. هنشوف هنعمل ايه تاني, كملوا معايا الخطوات ان شاء الله تعجبكم. هاجي بقى دلوقتي هبدا ان انا اصفي العدس بعد ما انا ضربته كده. احنا خلاص صفينا العدس. هاجي بقى في طاسه كده لوحدها, هبدا ان انا اعمل طشه بصل للعدس. نشوف ازاي. شوية زيت, وهبدأ ان انا انزل عليهم بالبصل. كده انا بالنسبة لي البصل جاهز, تابعوا معايا هنشوف هنعمل ايه. هرجع بقى تاني الحاجة اللي احنا ضربناها في الخلاط, احطها على النار, وهبدأ انزل عليها بالشعرية. هبدأ ان انا اقلب
هتلاحظوا ان انا لغايه دلوقتي ما حطيتش ملح خالص. الملح انا ما رضيتش احط ملح وانا بسوي العدس مع البصل مع الطماطم مع الثوم، علشان المفروض الملح انا بدوق طعم الحاجه دي في الاخر هتعوز مني ملح قد ايه بالظبط، مش كل شويه افضل احط ملح. والعدس بقى بيغلي كده، هبدا ان انا اديله معلقه شطه ومعلقه فلفل اسمر، وهديله الملح على حسب هو محتاج مني ملح قد ايه. هبدا بقى ان انا اخد شويه كده دوم اشوف الملح كده، بالنسبه لي الملح زي الفل. هاجي بقى دلوقتي انا كده بالنسبه لي الحاجه دي تمام وزي الفل، الشعريه استوت كويس في قلب العدس. هبدا بقى اخر خطوه خالص، هنزل عليهم بالبصل اللي احنا عملناه. ده كده اللون الطبيعي لشوربة العدس، ده اللون الكلاسيكي بتاع شوربة العدس. شوربة العدس هي أذواق، كل واحد ليه طريقة بيعمل بيها، هو حر في طريقته. أنا ما حطيتش كركم، ما حطيتش جزر، ما حطيتش أي حاجة تغير لون العدس. العدس لونه الطبيعي ده مع الطماطم مع البصل مع الثوم، ده اللون الطبيعي بتاع العدس. كده أنا خلصت شوربة العدس. اتمنى ان تكون الطريقه سهله وبسيطه تكون عجبتكم. طبعا انا في طريقتي مخلي شوربه العدس متوسطه، ولا هي مختمه قوي ان هي تكون رابطه، ولا هي سايله. وكالعاده مش هقدر اقول لكم طعمها حلو او مش حلو. لو الفيديو عجبك ما تنساش لايك وشير وسبسكرايب، دعمكم اكيد هيفرق معايا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.